ويعني وهذا هو يعني المشكل اللي كان عندنا العام الماضي اللي ما حققناه يعني حتى بطولة ولا حتى يعني الكأس اللي كنا نتمناو الجمهور يكون معنا. ولكن تعرفوا يعني كنا لعبنا كل مقابلات يعني بدون جمهور، أثر علينا كثير. إن شاء الله العام الجاي إن شاء الله يعودوا المدرجات كما في البلدان الأوروبية، واللي شفنا كرة القدم عاود حياة من جديد. والله شوف أنا تكلمت مع رئيس الفريق وهو اللي قال يعني برك في الاستقدامات، قلت له أنا عندي أمور عائلية وما نقدرش نكون يعني في كل التجمعات هذه، وقلت له لازمني نروح يعني ناخذ وقتي شوية مع العائلة وتفهم الأمر. ولكن نقدر نعطيهم يعني بعض يعني كي يكون استشارة، والله تكون عندي معلومات عن اللاعبين الجدد راح نقدر نفيد بهم الفريق.